لو يعني بقعة ضوء ينعاد الاهتمام فيه بشكل أكبر. المشكلة كل سنة كانوا عم يشتغلوا بقعة ضوء، عم ينزلوا الليفل، إن كان إنتاجيا ولا لممثلين ولا كنصوص. صح. يعني نحن تقريبا من السنة الثانية أنا وباسم ما عاد لنا علاقة بالنصوص ولا بشيء، لأنه نحن بالأساس نازلنا عن الفكرة للشركة. فصار كل الإنتاج اللي بعد السنة الثالثة تحديدا كله مو بمزاجنا نحن. يعني هي من الأساس فكرة بقعة الضوء هي هي فكرتكم. فكرتي أنا وباسم، تمام، ما حدا له علاقة فيها. هي معلومة ما الكتار بيعرفوها؟ لا بيعرفوها بس ما بيحبوا يأكدوا عليها، لأنه صار كذا واحد دخل على القصة، صار هو بده يتبنى الموضوع. تمام. يعني الفكرة بالأساس هي كانت أنه أنا كنت حابب أنه نفوت على شيء بيشبه مسرح الشو اللي كان موجود عنا، أنه أنت ما تعدي 30 حلقة عم تفرجي على مسلسل، لا تاتشات يعني. وحتى نحن بعد ما يعني مثلا إذا بتلاحظي الأستاذ ياسر عظمي كان يساوي مثلا لوحة أو لوحتين بحلقته، نحن صرنا نساوي أربعة خمسة. صار بس انه صار متنوعين اكثر تكثيف يعني.